السلام وليمراكم السلام الواحد آمين. اليوم 23 من شهر مصر المبارك، استشهاد 30,000 مسيحي بمدينة الإسكندرية. في مثل هذا اليوم وفي فترة نفي البابا ديسقوروس الإسكندري إلى جزيرة غاغرة، استشهد 30,000 مسيحي بمدينة الإسكندرية، وذلك أنه بعد أن نفى الملك ماركيانوس البابا ديوسكوروس عين بروتاريوس بطريركا عوضا عنه، فرفض أساقفة مصر الاشتراك معه، وعقدوا مجمعا ضده وضد مجمع خلقدونيا وضد توماس لاون. فاغتاظ بروتاريوس وهاجم بقوات الحكومة على الأديرة والكنائس بالإسكندرية ونهبها واستولى على أموالها، فأصبح ذا ثروة كبيرة. فانقض عليه اللصوص ليلا وقتلوه وسرقوا أمواله. فأرسل الخلقدونيين إلى الملك قائلين إن أتباع ديوسقوروس هم الذين قتلوا البطريرك الذي عينه الملك. فغضب وأرسل عددا كبيرا من الجنود، قتلوا نحو 30,000 مسيحي بمدينة الإسكندرية، ونالوا أكاليل الشهادة بركة صلواتهم، فلتكن معنا آمين. وفيه أيضا استشهد القديس دميان. كان هذا القديس بمدينة أنطاكيا، ولما صار الاضطهاد على المسيحيين قام هذا القديس واعترف أمام والي أنطاكيا بالسيد المسيح، فعذبه بعذابات شديدة، وكان الله يشفيه ويعزيه ويقويه. ولما تحير الوالي في أمر تعذيبه أمر بقطع رأسه، فنال إكليل الشهادة بركة صلواته، فلتكن معنا ولربنا المجد دائما أبديا آمين. نشكركم على المشاهدة، لا تنسوا الإعجاب والاشتراك والمشاركة. مع تحيات إدارة القناة.